نشرف اليوم على الترخيص لهم بالخروج للالتحاق بذويهم، وهذا بعد تأكد من سلامتهم الصحية وعدم تسجيل أي حالة إصابة وسطهم بالفيروس كوفيد 19. كنا خايفين نفوتوا الحبس الصحي، الصحة فوتناها الحجر الصحي، ما شاء الله تهلاو فينا، دارونا فوق الراس، الله يعطيهم الصحة. أنا نبدا من العساس حتى المدير الفوق، ما نقولش من المدير باسكو المدير بصيف عليه يدير الصوالح يكثر خير ويخلف عليه. نبداو بالناس اللي كانوا ينظفوا، بالناس اللي كانوا يطيبوا، بالناس اللي نقولوا حنايا كي المدير اللي هنا كي ولادو كي الخدامه كاع قاموا بينا يكثر خير اي كومبخي طبه. حنا الحجر الصحي هكذا جو عندنا جماعه البرمي جو فينا عند 350 انسان، استقبلناهم ودرنا معهم الحجر الصحي وكنا معهم في المستوى ليل ونهار واقفين انا ولا فامي تاعي وولادي والخدامه ولا ولايه بومرداس معنا ثانيتك، والحمد لله نجحنا. بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه الراميه الى اجلاء كافه رعايانا بالخارج وتوفير لهم الرعايه الصحيه وكل الضروريات التي تسمح لهم باداء الحجر الصحي في احسن الظروف، وهو ما تم الحمد لله.